قصص وعبر يحكيوا على زوز أصحاب عاشوا صغرهم مع بعضهم وفرقتهم الدنيا لبعد سنين اتقابلوا. واحد اسمه علولو غني صاحب ثروة، والثاني اسمه عليوة يدوب يحصل عشاليلته. وهما يستفسروا على بعضهم، قال عليوة الفقير لصاحبه: صحة ليك، عطاك ربي، أما أنا مكتوب علي الفقر والشقاء. قالوا الغني: يا راجل احمد ربي، الفلوس ثروة صحيح، أما ثروة فانية، وأما الأخلاق هي الثروة الباقية. قالوا الفقير: الأخلاق ثروة باقية، هيا مالا هيا نتشاركوا، أنت عليك المال وأنا علي الأخلاق. ضحك الغني وقال: والله فكرة، علاش لا، هي العمالة لله، أش عندك من الأخلاق؟ قالوا: عندي اللي تطلب من الصدق وانت ماشي. قالوا الغني: يشبه الصدق وحده ثروة، على الظلين أمين. من هاللحظة نحن شركة، بدأت الحكاية بالفدلكة وصارت رسمي. نار من هرات سي عليوة كلف علولو باش يوصل سلعة على ظهر ثور من الثيران يعز عليه برشا. قال له: اي توكل على الله، وصل لي السلعة هذه لفلان، ماك تعرف حنوته في القرية الفلانية؟ قال له: نعرفه بالطبيعة. سي عليوة يعرف معزة هكا الثور عند مولاه، صد ربي الفجر وجاب على غير ثنية. يا اخي احصل للثور في سبخة، حاول عليوة باش يخرجوا، لكن جاء المغرب وبدات الدنيا تظلام، وخاف عليوة وقرر باش يخلي الثور واللي عليه ويرجع لصاحبه. من اللي وصل قال لعلولو: يا صاحبي جريلي، ايش نحكي لك، راهم هجموا عليه السراق وغاروا وفكوا السلع الكل. قالوا: اي والثور وينو؟ قالوا: ما وزادوا هجموا عليه زوز السيودة، قتلوه وخليتهم ياكلوا فيه. قال علولو: ايا يخلف علينا ربي، الشيء اللي ضاع نقص من راس مالي انا، اما انت يا علي وصح عليك، ما ضاع لك شيء من راس مالك. ريت يا صاحبي علاش قلت لك ثروه الاخلاق باقيه وثروه المال فانيه. يا هوا فتكم بالحديث. موسي علولو بعث جماعه ورا عليوة يتبعوا فيه من بعيد، ووقت اللي مشاو خلوا الثور واحل في السبخة، مشاو هما خلصوا الثور ورجعوا لمان المولاها. يسي عليوة ما توقوش الصبر، ما تعدش أسبوع وقال لعلولو: هانا ما تحاسبناش. قالوا صاحبه: إيه عندك حق، هيا إيجا نحاسبك على راس مالك قبل كل شيء. وشدوا من يده وهزوا وراه هاك الثور اللي قال هجموا عليه السيودة، وزاد وراه السلعة اللي قال فكوها السراق. والعبرة من حكايتنا لخصها الأولين في قولهم: حبل الكذب حشاك مقصير، وفي حالة الضيق يكون الصدق أحسن تدبير. قصص وعبر